شو هذا اللي عملته بهالبيت وبهالعيلة يا بريدفي؟ انت خربت حياة الكل بهالبيت لهون وبس. وهلأ من بكرة أنا اللي رح قرر هون شو مصير هذا البيت. كل شخص هون رح يتعامل بالطريقة يلي أنا بدي إياها، قراراتي وبس. ماما تأخر الوقت، يلا لازم تنامي وترتاحي هلأ. كيف بدي نام بنتي؟ مفكرة أني رح أقدر نام أو تغفلي عين؟ بدي أفهم شو عاملين بحياتنا لحتى رجعت بريدت على هذا البيت. ماما بتوقع أنه ما حدا تضايق وانزعج أكتر مني وقت رجعت على هذا البيت. أنا بكرهها كتير لهديك البنت، ما بطيئة. من زمان كنت عاملها كأنها بتشتغل عندي، بتتذكري؟ واثقة أنه هلأ رح تعاملني مثل ما عاملتها. وهي كيف بدها تتجرأ تعاملك هيك؟ حبيبتي أنت بنتي، خلي أي حدا يغلط معك وشوفي شو رح أعمل فيه. أنا بكره بريدفي لأنه شخص خطير، وهو عمل شغلات بشعة كتير ببنتي، بس بريدة أنا ما فيني أتحملها لهديك البنت، وهلأ هي رجعت وصارت مالكي هاد البيت. عن جد إنها قليلة أدب. أنت شفتي كيف حكت مع الكل صح؟ مو فارقة مع حدا بنوب. وإذا بدي أختار بين بريدفي وبريدة فالأكيد وقتها رح فضل بريدفي، بس بريدة ما بحبها أبداً ولا فيني أتحملها، ما بطيق شوف وشها. إيه أنا شفتها كيف عاملتنا وحاكتنا. إيه صح، بريدفي نزل لتحت وبلش يعيط، كان بده يعرف مين نزل لتحت. قامت هي بلشت تتأمر علينا وقالت لنا نروح ننام وما نزعجها، وهددتنا تطالعنا. وللحظة أنا حسيت إنه هذا البيت ما عاد بيتي نهائيا. هي ما احترمت عمري حتى ولا فكرت فيه، وهددتنا كأنه خدم عندها. حتى بريدفي ما عمل فينا هيك. أنا ما عم أقول إنه بريدفي منيح، وأنا بكرهه كثير وما بطيقه، بس للصراحة أنا بلشت أكرهها لبريدتي أكتر منه. أنا بكرهها كتير. لازم أعترف أمي، هاي البنت ذكية كتير وقدرت تخدعنا، فاتت على البيت بصفتها دكتورة، هلأ صارت مالكة البيت. هي قالت إنه إجت على هذا البيت مشان المصاري، وهلأ أثبتت هالشي وهي وصلت للي بدها إياه. نسيها حبيبتي، لا تقولي شي بيضايقنا وبيزعجنا، بس استني حتى يفيق كاران الصبح، ووقتا احنا رح نحكي له عن كل شي صار معنا. بس يا امي لهلا ما عم صدق اللي عمله كاران، نزل من غرفته وركض وقت عرف انها رجعت، وكمان قال انه بحبها. حبيبتي ما كان بوعيه، بس شغله لازم تتذكريها، كاران الوحيد يلي فيه يتعامل مع بريتا ويوقفها، رح يعلمها درس ما تنساه. بظن معك حق بهالشي، على كل حال يلا روحي نامي. يا حبيبي، وقت يفيق الصبح ويشوف بريدتا كيف تغيرت معنا، ما بعرف كيف رح تكون ردة فعله، لأنه حالته هي وحالة ما هيش كمان بريدتا هي السبب فيهن. ماما انسي القصة، نامي وارتاحي هلأ. اسمعي، لاحظتي شغلة انتي؟ بريدتا كانت تضل تحوم حوالين ما هيش طول الوقت، هي كانت تنادي بابا، هو كان يعتبرها بنته كمان. بس اليوم هي شو عملت؟ ما سألت وينه حتى. ماما شو قلتي لي من شوي؟ كل ما عم نحكي عنها أكتر كل ما رح تتضايقي أكتر. خلص نسيها، نامي هلأ ماشي. تصبحي على خير. وإنتي بخير. بعدي عني، لا تقربي مني. بعدي بعدي. لا عمي ما عايش، مو معقول. يعني أنا كنت عم أحلم. بس ناتاشا متذكرة ليش أنا جبتك لهون؟ مزبوط؟ ايه بعرف ليش جبتيني لهون، مشان كاران. لازم خليه يتقرب مني ولازم خليه يحبني، كمان لازم اجذبه لألي. بعرف بس هو بضل مدوخ وفاقد وعيه طول الوقت صح؟ بقلك شي، أنا عن جد حاسة إنه هو ما بيعرف حتى إنه في هون،
راقصة مشهورة مثلي اسمها ناتاشا وكمان بتكون ساكنة معه. وقت يكون صحيان هو بيشوفني مثل اخته بس مو اكتر. مو معقول هو بيعاملك بطريقة منيحة مو اكتر من هيك. انتي ما عندك فكرة ابدا قديش هو بيكرهني الي، يعني بسبب سخافة اخوه هو بس مو قدران يعبر عن كرهه لإلي، لانه ببساطة هو مفكر انه اخوه تركني. بس مع هيك لساتني هون. عيلة لوترا خسروا كل شي، فلسوا ما ضل معهم شي، بس مع هيك ضليت متعاطفة معهم ولهيك سكتولي. على كل ما اجيت لهون حتى احكي لك عن ماضيي مع كاران. انا اجيت لهون لقلك انه كاران وبريتا صاروا قاعدين تحت سقف واحد، ويمكن هي تحاول تتقرب منه هلا. وانتي خليكي عم تفكري برأسك بس. يعني بدك تقولي انه المرأة هي رح تحاول تهاجمني صح؟ شو؟ لا لا، انا قصدي اني فكرت انه بريتا رجعت لهون لتنتقم من بريد في، مزبوط؟ لا؟ بريتا لازم تحاول تنتقم منه، وخاصة بعد كل شي عمله. مو بس بريتا، عيلة لوترا كلها لازم تحاول. بريتا بتنفذ اللي بتقوله، ما عم تحاول تنتقم من بريد في، بس لهيك محترمتها. هي عم تقول إنه هذا البيت ملكها، بس أنتي بتعرفي كيف عيلة لوترا طالعوها من هالبيت، هنن أهانوها كتير. مشان هيك هي لازم تكرهون. مع هيك شايفتها منيحة كتير معهم. منيحة؟ مستحيل، ماني شايفتها منيحة أبداً، وعم تضل تعطي أوامر للكل وتستفز بريدلي. في فرق بين اللي شايفتيه والواقع. عم تشوفي اللي بدها ياكي بريتا تشوفي، بس أنا شايفة اللي هي ما بدها يانا نحن نشوفه. هي عم تقول إنه هالبيت ملكها بعد الطريقة اللي طلعوها فيها عيلة لوترا. أول ما رجعت وصارت مالكة البيت، هي كان لازم تطالعنا كلنا بنفس الطريقة وتهيننا، بس ما عملت هذا الشيء. ما بعرف هي شو عم يخطر ببالها، هي شو بدها من الكل. يا شيرلين، مرات كتير الناس بتنتقم على البطيء، يعني بيعذبوهم، بيحرقولهم قلوبهم، بالوقت المناسب هنن بيبينوا وشهم الحقيقي. ما بتعرفي، يمكن بريتا تكون هيك عم تعمل، ويمكن هلأ قاعدة عم تتآمر علينا.